ما يقارب 3500 عائلة كان هناك في القرى المجاورة لمدينة تلعفر وفي داخل المحلبية وحتى في مدينة العياضية. اليوم ومنذ أكثر من 3 أيام أو 4 أيام هناك موجة نزوح كبيرة من هذه المناطق بسبب فقدان مجرمي داعش للسيطرة على هؤلاء الأهالي الأبرياء، ومثل ما ذكرت بسبب حصول انهيار فيما بينهم. قد يكون هذا العدد أقل من الذي ذكرته اليوم، وفي الأيام القادمة بالتأكيد بسبب النزوح الذي يحصل. ولكن المشكلة اليوم في كيفية مواجهة النزوح من قبل وزارة الهجرة وحكومة المحلية، وأيضا يجب أن يكون هناك تعاون من قبل حكومة إقليم كردستان، لأن أراضي تل العفر محادية للمناطق التي يتواجد فيها قوات البيشمركة البطلة، فنتمنى منهم التعاون لغرض إنقاذ النازحين الأبرياء من هؤلاء العوائل.